هنكمل بقى في محاضرة النهاردة، وأنا هقسم لكم يعني المفروض أنا هقسمها أو قسمناها بالفعل. الجزء الأولاني اللي هو كان بيتكلم على الأركيتكشر بتاع 8088 والريجسترز بتاعته، ده ملف خلاص. بعد كده الملف الثاني بيتعامل اللي هو اللي احنا شرحناه دلوقتي اللي هو الميموري مانجمنت خلاص. الملف الثالث بقى اللي هو الاسمبلي بروجرامنج، ده الايه؟ هنشرحه النهارده. هيبقى فاضل في الشابتر دوت، هيبقى فاضل جزئية الايه؟ الادريسنج مودز. وكده بقى خلصنا الشابتر. يبقى احنا هنتكلم النهارده بقى على الايه؟ 8086 اسمبلي بروجرام ايه؟ ستراكشر. ما اجي اكتب برنامج بالاسمبلي بيبقى الشكل العام بتاعه ازاي؟ وايه الرولز اللي هشتغل عليها؟ طب في الاول كده احنا ليه بنستخدم اسمبلر بصفة عامة؟ ماشي، المفروض ان احنا عشان انفذ او اخلي البروسيسور ينفذ الاوامر ديت او اكتب له الانستراكشنز ديت، فالانستراكشنز ديت عباره عن ايه؟ مجموعه من البيتس اللي هي الوحايد والايه؟ والاصفار. طيب عشان اكتب البيتس ديت اللي هي الوحايد والاصفار هتبقى عمليه سهله، عشان اكتب الاوامر بصيغه الوحايد والاصفار عمليه صعبه. ماشي، دي اللي احنا بنسميها الايه؟ الماشين كود او الباينري. ايه تعتبر بالنسبه لنا الماشين كود؟ دي عباره عن باينري داتا. ماشي، فالكودز دي لو انا كتبتها بالباينري هتبقى صعب عليك ان انت تقعد تفتكرها. هتفتكر الكود بتاع الاد والكود بتاع السب والكود بتاع الموف، يبقى انت محتاج تفتح جنبك كده ورقه فيها الايه؟ الاختصارات ديت او الايه؟ التحويلات دي خلاص. والعكس بقى لو انت قريت برنامج محطوط عندك، برنامج محطوط بالوحايد والاصفار، مش هعرف افهم منه حاجه، هحتاج برضو ايه؟ احوله تاني الى صيغه اعرف افهم خلاص. عشان كده بقى الاسمبلي لانجوج اتعملت. كل الفكره انها هتدي ايه للاوامر بتاعتك ديت معاني بقى، اللي هتوصفها بالمعنى بتاعها. ماشي، زي ايه؟ موف، هي تعمل عمليه موفمنت للداتا، زي هتعمل اد، هتعمل سب، وهكذا. ماشي، ده مثال كده الايه؟ ماشين كود زي، بس احنا حتى مكتوبه هنا بالباينر، مش بالباينر، كتبناها بالايه؟ بالهكس. مع الايه؟ لا لا، هي كله زي بعض كده ولا كده. حتى لما تيجي تعمل برنامج بالاسمبلي بيتخزن على مين؟ على الهارد. قبل ما يتنفذ لازم يتحط فين؟ في الرام. لا، احنا اسرع في الاكسكيوت بالنسبه لايه؟ تمام؟ لو انا اتعاملت مع هاير ليفل لانجوج، هتعامل مع هاير ليفل لانجوج، فالهاير ليفل لانجوج بتكتب لك الكودز في الاخر، بتطلعه اسمبلي الاول. تمام، بعد كده الاسمبلي ده هيترجم تاني الى ماشين ايه؟ ماشين كي. بس بقى لما تيجي تكتب في الهاير ليفل لانجوج، فهو انت بتكتب امر مثلا زي A يساوي B زائد C. ماشي، في الاسمبلي مش هيبقى انستراكشن واحد، كتبت سطر واحد اهو، بقى مجموعه من الايه؟ من الانستراكشن. هتختلف بقى من نظره كل ايه؟ بروجرامر، او من نظره كل كومبايلر خاص مثلا زي في السي او الجافا او ماشي، ازاي يكودها بالايه؟ بالاسمبلي. وهل هيحط اضافات كتيره زياده عليها عشان ياخد احتياطه بقى ان اليوزر ممكن يغير الفاريبلز دي بدل ما هي 16 بت 32 بت او فلوتنج بوينت او ماشي، فبيحط في الكود بتاعه بيحط زيادات. تمام، الزيادات ديت تعتبر هنا بالنسبه لك ايه؟ هتستهلك وقت ملوش ايه؟ ملوش لازمه خلاص، لكن بتسهل على الكومبايلر ان هو يقدر يجنريت الايه؟ الكود بتاعك. بس هي دي الفكره. لكن لما اجي اكتب بالاسمبلي خلاص، انت مش هتكتب غير الوظيفه اللي انت ايه؟ عايزها. ماشي، هل محتاج ان انت تسجل حاجات في الميموري قبل ما تعمل الاد ده مع ده؟ ماشي، انت وانت بتتعامل بالاسمبلي لا مش محتاج، لان انت شايف الميموري وايه دي فيها ايه ودي فيها ايه، انت اللي بتسجل بنفسك. لكن في الاوب في الليفل لانجوج بياخد الاحتياط بتاعه، فبيبتدي ايه؟ عشان يسبورت اكتر من شكل ايه للامر دوت واكتر من وظيفه، فبياخد الاحتياط بقى ان هو بيمانج ايه؟ الميموري، يحط فيها داتا يفضيها ويحط فيها داتا تاني على حسب الايه؟ على حسب الديزاين بتاع الكومبايلر ده خلاص.
ماشي. مثلا حاجة تانية، مثلا انت اقل حاجة عندك ممكن تتعامل بيها في الانتجرز في الايه، في الهاير ليفل لانجوج، الانتجر اقل حاجة فيه 16 ايه بت مثلا، لا اقل حاجة فيه دلوقتي 32 بت، ده انتج. طب افرض انت بتتعامل مع ارقام كلها تتمثل في 16 بت، ماشي، اقدر اكسسها بقى من خلال مين؟ الاسمبلي. وبالتالي العمليات مش هتاخد ايه؟ وقت طويل، هتاخد وقت قليل. تمام؟ طيب ده كده مثال عندي كده ايه لباينري كودز، طبعا مكتوب بالهكس ديسمال، لماشين، ماشين كودز. خلاص؟ يعني اللي باللون الازرق الانستراكشن، واللي باللون الاحمر ده جزء كود برضه الانستراكشن، والموف ده كود ثالث. خلاص؟ طبعا انت بالنسبه لك هتقرا ده وهتعرف ايه بالظبط بيعمل ايه؟ ما اقدرش، لازم ارجع لايه؟ ارجع لريفرنس بقى واشوف ايه 1 دي معناها ايه؟ لانه في الغالب ايه 1 دي اول واحده هتبقى الماشين كود. اسف الاوب كود، الاوبريشن موف ولا اد ولا صب ولا ايه بالظبط؟ تمام؟ الانستراكشن الثاني اللي هو بدايته 0 3، ايه 0 3 بتعمل ايه؟ ماشي؟ ايه 3؟ تمام؟ فهتاخد وقت منك في عمليه التحويل والتذكر. ماشي؟ لكن لو انت بصيت بقى كده اهو الماشين كود ايه 1 0 1 1 0 دي معناها موف ايه اكس ومحتوى اللوكيشن 0 1 1 0. خلاص؟ 0 3 0 6 0 1 1 2 دي معناها اد اي اكس واللوكيشن ايه 112. اي 3 0 1 1 4 دي معناها موف 114 ديت اللي هو اللوكيشن ديت، احط لها كام قيمه الاي اكس مثلا. خلاص؟ فطبعا كده بالنسبه لك الاسمبلي كود بالنسبه لك بقى مقروء واقصى ايه وضوحا من الماشين كود. بس طبعا البروسيسور مش هيفهم الاكواد بتاعه الاسمبلي، هو عايز ايه ماشين كود. فعشان كده تحتاج البرنامج بقى اللي يحول من assembly language الى الايه، الى الماشين كود اللي احنا بنسميه الاسمبلر. ماشي؟ مجازا نقدر نقول عليه كومبايلر، بيعمل كومبايل من الاسمبلي للايه، للماشين كود. طبعا الهاير ليفل لانجوج بتعمل كومبايل من السي الى الاسمبلي، بعد كده تستخدم اسمبلر تاني يحول الى الايه، الى الماشين كود. خلاص؟ فطبعا بالنسبه لنا ده اسهل بكتير من التعامل مع الماشين ايه، مع الماشين كود. ماشي؟ يبقى الماشين لانجوج الاسمبلي لانجوج بالنسبه لنا تعتبر ايه، اكثر ايه وضوحا واكثر فهما من الايه، ان انا اقعد افتكر ارقام وبس. طيب هنيجي بقى للبروجرام ستراكشر. طبعا احنا بنتعامل لما ماجي هكتب كود بالنسبه لي فيبقى في حاجتين اللي هو الداتا والايه والانستراكشنز. تمام؟ فبالنسبه لي هيبقى الاوامر هكتبها خلاص بامر موف واد وصب، اللي هي الاوامر هعرفها هتعلمها. طب انا عايز الاوامر ديت هتتعامل مع داتا، هكتب او هقول الاسمبلر ازاي يحجز لي بلغه الهاي ليفل لانجوج، يحجز فاريبلز، يعرف ايه متغيرات او ثوابت. خلاص؟ فدي هتبقى بالنسبه لنا ما هياش اسمبلي كود، هيبقى بالنسبه لنا حاجه بنسميها ايه، دايركتيف. خلاص؟ اللي هي باللون الازرق دي في النص. دايركتيف دي عباره عن اوامر بس مش للبروسيسور، اوامر لمين؟ للاسمبلر. احجز لي 10 بايت عند لوكيشن معين، احجز لي مش عارف جزء من الستاك، خليه مثلا عايز 100 بايت. تمام؟ عايز كونستانت، تعرف لي كونستانت عشان اقدر استخدمه في البرنامج ويسهل عليا، زي مثلا باي مثلا. ماشي؟ بدل ما استخدمها واقعد اكتبها انا بنفسي، لا هحطها ايه؟ از كونستانت. ماشي؟ عايز تكست، احتفظ بتكست عندي في الميموري عشان بعد كده اعمل عمليه اعرضها مثلا، رساله هطلعها على الشاشه. فكل الحاجات دي داتا هتتسجل في الداتا ايه؟ سيجمنت. هيعملها ازاي؟ انت هتوجه الاسمبلر ازاي ان هو يحجز لك الداتا ديت من خلال الايه؟ الدايركتيفز. خلاص؟ ماشي؟ وهي اكتر استخدام للدايركتيفز في عمليه كرييتنج الميموري ايه؟ سبيس، ان هو يحجز جزء من الميموري تحط فيه الفاريبلز اللي انت هتستخدمها في الايه، في البرنامج. ماشي؟ اما الانستراكشنز اللي انت هتكتبها اللي هي الايه، الاوامر، فدي اللي هتتنفذ بمين؟ بالبروسيسور بقى. ماشي؟ يبقى الدايركتيف بالنسبه لنا بروفايد انفورميشن تو ذا اسمبلر وايل بروجرام، وهو بيعمل عمليه الترجمه للبرنامج بتاعك، عمليه التحويل من اسمبلي لايه، لماشين كود. بيبص على الدايركتيفز ديت عشان يحجز لك الايه، ماشي، يحجز لك اماكن في الميموري، يقسم لك الميموري لداتا وايه وكود وايه وستاك
ويحط عايز في الاخر يحدد انت عايز قد ايه داتا سيجمنت، حجما قد ايه، ويحط فيها الايه القيم الانيشال ايه اللي انت هتقولها له. ماشي. طبعا هنا برضو بيأكد انها ان الدايركتيفز ديت مش هتتحول في الاخر لماشين كود، في الاخر هتتحول بس لايه، الى داتا محطوطه في الداتا ايه سيجمنت. ماشي. برضه بنقول انها الدايركتيف عباره عن ستيتمنت ذات ويل جايد ذا اسمبلر، هتوجه الاسمبلر. ماشي. لان في بعض الاوامر برضه مش هتبقى خاصه بالداتا، ممكن تبقى خاصه بالامر اللي انت هتكتبه، فالامر ده عايز تقول له ان هو يعتبر المتغير ده بايت ولا يعتبر المتغير دوت وورد بتاعه. ماشي. فهو بيترجم بقى، ما يترجموش لبايت، يترجمه لايه؟ لورد. هيتوضح لما نخش في الايه في بعض الاوامر عندنا. طيب الانستراكشن عندنا بقى في الاسمبلي اللي هو لما نكتب اكتب الكود بتاعي بيتقسم الى بقى ايه مجموعه من الفيلدز اللي هي الليبل ميومونكس الاوبرانتس وبعد كده ايه الكومنت. طبعا انتوا عارفين الكومنت في اي لغه عامه، سواء بنحط السلاش وتكتب الايه الكومنت، هنا بنحط سيمي كولوم وتكتب الكومنت ايه بتاعك، يبقى السطر ده مش هيترجم او اللي هو بعد السيمي كولوم مش هيترجم، مجرد بس تكست كده توضح ليك انت الايه الجزء ده بيعمل ايه في البرنامج. اللي ناحيه الشمال ده اللي هو بنسميه الليبل، بعد كده الامر نفسه اللي هو الكود بتاع الامر او المفهوم بتاع الامر هو مثلا موف او اد او سب. ماشي. اللي هو الاوب كود ده اللي انت هتكتبه بصيغه مفهومه، ده بنسميه اللي هو الايه الميومونكس. تمام. هندي مثال، مثلا ليبل حطينا لاب، بس اي ليبل بيتحط بعديه ايه نقطتين فوق بعض. ماشي. موف اي اكس و5000، وبعد كده انت عملت هنا الايه الكومنت بتاعك. فعليا الامر اللي انت كتبته هو اللي في النص ده، موف اي اكس وكام و5000. الاوب كود بتاعك او الاوبريشن اللي هتتم هي عمليه ايه موف. ماشي. الاوبرانز اللي هيتم عليها الاوبريشن ديت هي الاي اكس وكام و500. تمام. زي ما هنشوف بعد شويه بتبقى هياخد ال500 دي هيحطها فين؟ في الاي اكس. يبقى معنى كده انا عندي هنا في حاجه مسميها السورس والايه والديستنيشن، فالديستنيشن هو الاولاني، الاوبرند الاولاني اللي هو الاي اكس، والسورس هو الايه الثاني، باخد من السورس وادي الايه للديستنيشن. انت عايز توضح ده بكومنت كتبت كده ايه بوت 500 ان ايه ان اي اكس. ماشي. بالنسبه لنا ده بيعرف الاوبريشن بتاعتك اللي هي الموف والاد والصب والايه والجامب. الاوبرانت بيحرف الايه الداتا اللي هيتم عليها الاوبريشن دي. تمام. بعد كده الكومنت عشان توضح. اما الليبل ده فبيعلم مكان الانستراكشن ده موجود فين، عند ادرس كام. تمام. عشان بعد كده ممكن تعمل انت لوب، عايز تعمل لوب، فانت عايز تعمل جامب لمكان الايه الانستراكشن ده، عايز تكرره تاني في لوب. ماشي. فانا عايز اعلم المكان ده فين، عنوانه فين، فبعلمه بكلمه ايه، بحط الليبل ديت لاب وحطنا ايه مثلا نقطتين، هكتب تحت مثلا انا عايز ارجع للانستراكشن ده هنكتب جامب واكتب الليبل، اسم الليبل هنا ده هو اسمه ايه لاب. ماشي. في الحاله دي هرجع لايه لاب، لكن طبعا فعليا في التنفيذ جامب ده بيتحط مكانها، ماشي، بيتحط مكانها ادرس جامب، وبعدها الادرس اللي انت عايز تعمل جامب ليه، فالادرس ده كام انت مش هتعرفه دلوقتي، لكن لما تيجي اللودر الكود ده في الميموري هيعرف الايه ده موجود في كام. فاحنا بنحطه هنا ايه مؤشر، بس الايه مؤشر ان انا عايز اعرف الادرس ده عشان هرجع له بعد شويه بكلمه ايه جامب او ايه كول او اي. ماشي. فيوز ذا تارجت اوف ا جامب اور برانش ايه انستراكشن. طيب احنا بقى بالنسبه لنا البرنامج بيتقسم الى ثلاث يعني جزئين رئيسيين عندي، اللي هي الداتا سيجمنت، بتعرف كده هنحط داتا وسيجمنت وبعدها اند ايه اند اس. ماشي. اللي ما بين السيجمنت واند اس، اللي ما بين السطر اللي فوق والسطر اللي تحت، دي كده الداتا سيجمنت بتاعتك، حط فيها المتغيرات اللي انت ايه عايز تتعامل بيها. ماشي. فاي سيجمنت هتعرفها عندك، عايز سيجمنت تعرفها في الميموري، فانت بتبتدي باسم للسيجمنت دي داتا، طبعا ممكن تسميها ايه اسم تاني مش شرط، خلاص سميها مثلا ايه دي 1 مثلا، عشان هو الاسمبلر يعرف ان انت كده عايز تحجز المكان لسيجمنت، فبتكتب الكي وورد اللي ناحيه اليمين دي اللي اسمها ايه سيجمنت.
عشان تحدد نهايتها فبتكتب في الاخر اند ايه اس. اس دي اختصار لايه؟ لسيجما. خلاص انت هتحط بقى هتعرف المتغيرات بتاعتك في الايه، في النطاق ده، في الجزء ده ماشي. يبقى السيجمنت بتبتدي بسيجمنت وبتنتهي بايه؟ باند سيجمنت. والسيجمنت لازم يبقى لها نيم اللي هو في الحاله ديت اللي هي داتا. طيب بعد كده الكود بقى هو لا لازم يبقى اسمه كود. خلاص زي بالظبط ما انت بتعرف فانكشن اللي هي ايه مين، دي اللي هتبقى الفانكشن ايه اللي هتنفذ اللي هي فيها الكود بتاعك، برضه نفس الحكايه دي سيجمنت. فنعرفها ايه للاسمبلر دي سيجمنت بسيجمنت، وتحت هنحط ايه اند سيجمنت. طيب بعد كده دي بقى حاجه هنحطها هنا، ممكن يبقى الكود بتاعك متقسم الى اكتر من بروسيجر، اكتر من فانكشن داخليا جواه. تمام انهي فانكشن اللي هتتنفذ في الاول؟ فبعلمها، بعلمها بليبل، حطينا بيجان وبعديها ايه نقطتين، يبقى ده كده ليبل. خلاص بيعلم المكان ده ماشي. هتحط بقيه الانستراكشنز بتاعتك هنا، طبعا هي دي السيجمنت ما بين سيجمنت والاند ماشي. في النهايه خالص بنكتب اند، اند للفايل كله ماشي. وهنحط بعدها الليبل اللي هيبتدي التنفيذ. يعني انت ممكن يبقى الكود بتاعك هنا جوه فيه اكتر من ليبل ماشي، لكن الليبل اللي هيبتدي بيه تنفيذ البرنامج بتاعك هو مين؟ بيجن ماشي. ممكن طبعا تحطه كلمه ستارت اي اسم ماشي، وتكتب هنا ايه اند ايه ستارت. لا لا هو مش نهى الليبل ولا حاجة، ده اند ده للفايل كله، ده فايل انت فتحته هو بتكتب فيه الكود بتاعك. عرفت سيجمنت واند سيجمنت للداتا، عرفت ايه سيجمنت واند سيجمنت للكود، خلاص نهيت الفايل باند ماشي. لا هي هو ده بارامتر بيتحط بعد كلمة اند بتاعت الفايل، بتعرف الاسمبلر هيبتدي بمين في التنفيذ، مين اول واحد هيتنفذ في الايه في الكود بتاعك ماشي. في اول انستراكشن هيتنفذ هو اللي عنده ادرس اللي بيشاور عليه مين؟ بيجن ماشي. لكن مش اند اللي بيجن، هي مش اند اللي بيجن، لا ده اند للفايل. ممكن تكتب اند ومن غير بيجن خالص ماشي. يبقى انت كده ما حددتش الاسمبلر، هيفترض مثلا هو اول واحد خلاص. لكن في بعض الاحيان بتبقى في اكتر من بروسيجر انت حاططها جوه، اكتر من سب روتين، وانت عايز تبتدي بايه؟ بحاجه معينه اللي هي المين، فهتحددها انت ايه اند وتكتب اسمها ازاي او مكانها هعرفه ازاي، بليبل احطه قبلها اللي بيجن مثلا نقطتين مين ونقطتين، وبعد كده اكتب تحت اند ايه اند مين. ده الاستراكشر اللي بيعتمده الاسمبلر عشان يقدر يعمل عمليه ايه ترجمه للكود بتاعك. فهو في الاخر متقسم عندي الى ايه داتا سيجمنت وايه وكود سيجمنت، بس في الغالب انت هتحتاج ستاك ايه ستاك سيجمنت كمان ماشي، لان ما فيش بديل عن انك هتتعامل مع الشاشه او هتقرا من الكيبورد. فانت محتاج هنا ايه كولينج لسب روتينز خارج النطاق خالص. اي كول بقى لسب روتين محتاج ايه ستاك على طول ماشي. فيبقى معنى كده دي ناقصها بس ان انا احط الايه الستاك، هناخدها فيما بعد، بس احنا بنبسط بس ناخد ابسط ايه ابسط شكل. لان في بعض البرامج بالنسبه لك زي ما هنيجي بعد كده احنا بنقسم التو بروجرامز اللي هم الفايلات اللي هي بتبقى اكسكيوتد اللي هي الاكستنشن بتاعها يا اما دوت اي اكس اي يا اما دوت كوم ماشي. دوت اي اكس اي ده اللي احنا المثال اللي قدامنا هنا، بس زي ما قلنا فاضل له الايه الستاك. الدوت كوم ده المثال اللي هو كلهم سيجمنت واحده لو فاكرين، هيخلي الكود هو الداتا هو الايه هو الستاك خلاص. فده يعتبر ايه اصغر مثال او اصغر حجم للبرامج، هيبقى هو الدوت ايه الدوت كوم. ماشي يبقى رئيسيا عندي هيبقى ثلاث اجزاء لازم في الغالب هعرفه في البرنامج بتاعي، اللي هو الستاك والداتا والايه والكود. الستاك بيعرف لي الران تايم ستاك اللي هو هيحتاجه البروسيسور، انت مش هتحس بيه يعني، انت مش هتتعامل معاه في الغالب نهائي، اللي هيتعامل معاه فعليا هو مين؟ البروسيسور خلاص. بس لازم تحجز له مكان ماشي، وتحدد السايز ايه بتاعه خلال دايركتيف ماشي. الران تايم ستاك ده مين اللي بيحتاجه بقى؟ هو ريكوايرد فور ايه بروسيجر كول، لما تيجي تعمل استدعاء لصب ايه سب روتين. فبيستخدم الستاك ده ان هو بيخزن فيه الريتيرن ادرس
بيخزن فيه بيانات عشان يقدر يروح للسب روتين ده، وبعد ما يروح له يعرف ايه؟ يعرف يرجع منه. ماشي؟ فاللي هيقوم بالكلام دوت هو البروسيسور، زي ما هنشوف في الجزء بتاع السب روتينز، بيعمل بوش في الستاك وبعد كده يرجع يعمل بها ايه؟ بوب. فلو ما فيش ستاك هيعمل بوش في مكان ايه؟ عشوائي بقى، ممكن يعمل بوش في الكود، على الكود، ضيعت كده الايه؟ الكود بتاعك، او بوش على الداتا، يبقى كده ضيعت الايه؟ ضيعت الداتا، فلازم تحجز مكان للستاك. ماشي؟ الداتا سيجمنت اللي انت هتعرف فيها الايه؟ جزء من الميموري اللي هيبقى فيه خاص بالداتا بتاعت البرنامج بتاعك. ماشي؟ الفاريبلز هتحطها. برضه الاسمبلر بيعمل انشاليز ذا ستورج اوف ايه؟ اوف فاريبل على حسب ما انت هتقول. الكود سيجمنت دي بقى هو الجزء اللي انت هتحط فيه الايه؟ الكود والانستراكشنز بتاعتك. هنتكلم بقى على الجزء الخاص بالدايركتيفز هنا. اول دايركتيف هنقابله عندنا هنا هو الايكوال، اي كيو يو. ده مش اسمبلي كود، ده عباره عن ايه؟ دايركتيف. هنستخدمه هنا في ايه؟ كونستنت. عايز اعرف ثابت استخدمه، هيتكرر استخدامه معايا في البرنامج، وعايز اعرف الايه؟ الثابت ده. ماشي؟ كمثال مثلا val equal 50. ماشي؟ يبقى 50 دي، الرقم 50 دي ممكن استدعيها تاني بكلمه ايه؟ val. ماشي؟ لكن ما هوش variable، انت ما حجزتش اي حاجه في الميموري، ده مجرد بس بتقول للاسمبلر افتكر عندك ان اي كلمه حط مكانها كام؟ 50. يبقى انت في الكود جوه ممكن تستخدم بقى ايه؟ موف اي اكس وفال، يبقى هيحط 50 في ايه؟ في الاي اكس. تمام؟ فبدل ما استخدم ال 50 استخدمنا ايه؟ اسم ممكن يوضح الايه؟ الوظيفه منه. مثلا بريسكي ايكوال، وحط لك هنا تكست زي ما انت شايف كده، تكست بتحط بين دبل ايه؟ كوتس اللي موجوده قدامك اهي. ماشي؟ بريس اني كي نقطتين، وبعد كده دي الايه؟ التكست بتاعتك. ماشي؟ وفي الكونستانت التكست بتعرف لازم تحطها بين ايه؟ يعني دبل كوتس دي عشان تحدد الايه؟ التكست نفسها، لكن لازم تحول ايه؟ الكونستانت ده عشان يبقى هو بالنسبه له عارف ان هو كونستانت، بيتحط بين ايه؟ اللي هو القوس، علامه اقل منه وعلامه ايه؟ اكبر. طيب ايه انواع الكونستانت عندنا؟ انتجر كونستانت، ماشي، ناقص 10، 42 دي. الدي ده عباره عن الرقم ده ديسيمال بس، عشان يقولوا ان هو ده ديسيمال بس. زي اللي بعدها هنا حاطط ايه؟ حرف ايه؟ بي، يبقى ده باينري. ماشي؟ اتش يبقى ده كده ايه؟ هكس ديسيمال. او يبقى ده كده ايه؟ اوكتال. طبعا هو في بعض الاحيان في كلمه اسمها رادكس، ممكن تحطها في بدايه الكود بتاعك تحدد انت كل الارقام هتشتغلها ايه. ماشي؟ فرادكس هكس مثلا، يبقى كل الارقام ايه؟ هكس. لو عايز اكتب رقم ديسيمال يبقى تحط بجنب الرقم ايه؟ دي. خلاص؟ لو عايز اكتب رقم باينري يبقى احطه جنب الرقم ايه؟ بي. ممكن تكتب الرادكس باينري، يبقى كل الارقام عندك ايه؟ باينري، ما عدا اللي انت هتحدد الايه؟ التايب بتاعه. ماشي؟ اهي رادكس بي ده باينري، دي ديسيمال، اتش هكس ديسيمال، وبعد كده او اللي هو الايه؟ الاوكتال. طب لو ما فيش رادكس جيفن فبيعتبر انها كده ايه؟ ديسيمال، يبقى الديفولت عنده كده ايه؟ الديسيمال. ماشي؟ في بس يعني عشان الهكس ديسمال بتبقى بتستخدم فيه ارقام وحروف، لو ارقام من 0 ل 9 وبعد كده الحروف اللي هي الاي والبي والسي والدي والاي والاي والاف. خلاص؟ فانت عشان بس يبقى الاسمبلر يقدر يفهم بس الايه؟ ان ده ديسمال، ان ده هيبقى هكس ديسمال، حط له قبل، لو في حرف في البدايه حط قبليه ايه؟ صفر. خلاص؟ ده قاعده عنده كده، يبقى حط صفر لو عندي حرف. زي مثلا الرقم الهكس ديسمال اللي عندنا اف اف 3 ايه، هو في الاساس كده اف اف 3 ايه، هو حط صفر على الايه؟ ماشي؟ على الشمال، عشان بس هنا ما يتلخبطش ويفتكر ده كده ايه؟ حروف. تمام؟ هو دايما عايز الارقام دايما عنده لازم تبتدي بايه؟ برقم. اي نمبر هتحطه لازم يبتدي بايه؟ برقم. ففي مشكله في الهكس ان في بعض الحروف ممكن تبقى هي البدايه بتاعت الايه؟ بتاعتك، فعشان تميز له او عشان ما تلخبطوش فبتحط له ايه؟ بتحط له صفر. ماشي؟ تعمل السترنج اهي، لو حرف هتحطه بين سنجل كوت، سنجل كوتيشن، لو ممكن تحطها بين دبل ايه؟ دبل كوتيشن. طبعا
اللي مثلا حطيت مثلا ايه val equal وبين كوتيشن كده الايه، دي معناها ان الفال دي هتبقى نظيره لمين؟ مناظره للايه. طب والايه انا في الاخر انا ما بتعاملش بحروف، انا بتعامل بايه؟ بارقام، وارقام في الاخر هتبقى باينري، اكواد باينري. فيبقى الايه ده في الاخر هيتحول الى كود ايه؟ كود باينري. بس ايه الكود بتاع الحروف عندنا المستخدم اللي هو بنسميه الاسكي ايه؟ الاسكي كود، ماشي. فالايه مثلا كابيتال لها اسكي كود، غير الايه سمول، غير البي. حتى الواحد والاثنين والثلاثه كحروف مش كارقام، تمام، لها اكواد. يعني مثلا انت عندك هنا ايه، لو قلت مثلا وبين دبل كوتيشن خمسه، هل معنى كده ان فال فيها خمسه؟ لا، فيها الاسكي كود بتاع مين؟ الخمسه. الاسكي كود بتاع الخمسه 35 هكس، خلاص. فلازم يتحول في الاخر لباينري. القاعده بتاع تحويل الحروف عندنا الباينري هي الايه، ان انا استخدم الاسكي ايه تيبل، ماشي. يبقى ايتش اسكي كاركتر اوكيبايد ا سنجل بايت، وكل اسكي بياخد ايه بايت واحده بس. طبعا انا عرفت هنا اي بي سي مثلا، يبقى هيتحول لثلاثه بايتس، الاسكي كود بتاع الايه وبعد كده البي وبعد كده الايه السي. نيجي بقى لتعريف فاريبلز، مش تعريف ايه كونستانت. بنستخدم حاجه اسمها الداتا ايه دايركتيف، يا دي بي يا دي دبليو يا دي ايه دي، في بعض الاحيان في دي كيو كمان. اي دي 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 بي يعني ديفاين بايت، احجز ايه ديفاين وورد اللي هي الثانيه، احجز وورد اللي هي 2 بايتس. دي تعريفات في الاسمبلي، الوورد عنده كام؟ 2 بايتس. ديفاين دبل وورد دي دي يعني كام بايت؟ 4 بايتس، لان كل وورد فيها كام؟ 2 في 2 يبقوا كام؟ 4. ماشي. طبعا انا لما يجي يحجز مكان في الميموري الوورد او بايت او لازم يبقى هيحجز لها الادرس ده، هياخد لها تاخد ادرس معين، ماشي. وفي نفس الوقت ممكن تحط كمان انيشال فاليو لو عايز، ماشي. كاكزامبل عندك هنا في اي ال مثلا ديفاين بايت 12 هكس و14 ايه هكس، خلاص. يبقى هو الفي اي ال ده الادرس، ماشي كده، او تقدر تعتبره الفاريبل بتاعك، لان الفاريبل دايما هيبقى هو حاجه موجوده في الميموري وبالتالي تبقى لها ايه لها ادرس. فالادرس او عند الادرس اسم في اي ال هيبتدي ايه يعرف بايت، ماشي. حط في اول بايت كام، ماشي. بقى خلينا نخلي المفهوم كده، احجز بالبايتس مش احجز بايت، احجز بالايه بالبايت. اول بايت هتحطها كام؟ 12. تاني بايت كام؟ 14، خلاص. طيب ادي الميموري عندك اهي، دي الانيشال فاليوز بتاعت الميموري. احنا هنتكلم هنا مش بقى على الفيزيكال ادرس كله، هنتكلم بس على الايه الاوفست. انا عندي سيجمنت وايه واوفست، هنتحرك بس بالاوفست اكننا جوه ايه جوه الداتا سيجمنت، خلاص. فيبقى الاوفست بادي من اول ادرس مثلا كام، 1000 الى 1000، خلاص. ده الميموري ودي الانيشال فاليوز بتاعتها. طيب اول ما هتكتب كده في اي ال ديفاين بايت 12 و14، رد فعلها هيبقى ايه على الميموري لما يجي يعمل كومبايليشن، هيترجم دي ازاي، خلاص. لو ده هو الميموري بتاعتك او دي الداتا سيجمنت بتاعتك، فيبقى الفي اي ال هياخد الادرس كام؟ في اي ال ده بالنسبه لي بيعبر عن متغير عند الادرس اللي هو عندك كام؟ 1000، تمام. في اي ال اهو، ماشي، بيعبر لي عن الادرس كام؟ 1000. هنحط بقى هنا عند مكان ال 34 دي هحط مكانها كام؟ 12. مكان ال 33 هنحط مكانها كام؟ ما هو بيقول لك هي عملية احجز بالبايت، ماشي. احجز بالبايت، هحجز ايه؟ بايت الاولانية هحط فيها 12 انيشال فاليو 12، البايت الثانية هحط انيشال فاليو فيها كام؟ 14، خلاص. فيبقى بالنسبة لي دي هتتحول ل 18 ودي ايه؟ 20. الفكرة هنا بس دي 12 وتحولت هنا كام؟ 18، ودي كام؟ 10، تحولت هنا لكام؟ ل 20، ماشي. الفكره هنا عندنا ان احنا بس يعني عشان كان ممكن اكتب لك الارقام دي اللي موجوده في الميموري،
بالهكس، بس انا كتبتها لك بالايه؟ بالديسيمال. اسف. الارقام اللي موجوده في الميموري ديت اللي هي كانت قبل كده اللي هي 34 33 6 55 31 دول كلهم ديسيمال. تمام؟ لكن اللي موجودين عندك هنا مكتوبين بالهكس ولا الديسيمال؟ طيب يبقى ال 12 هكس هحطها كام؟ تبقى كام باينري عشان احطها؟ يبقى 12 ديت اللي هي 1 في 16 زائد ايه؟ 2 تبقى 18. ماشي. 14 هتبقى 1 في 16 زائد 4 تبقى كام؟ 20. خلاص؟ عشان بس ايه تبقى تميز بين اللي معروض ان هو هكس ولا ايه؟ ولا ديسيمال. يعني برضه ممكن في بعض المسائل عندنا هنقول لك الميموري بالهكس. خلاص؟ يبقى انت هتسجلها برضه بالايه؟ بالهكس. كنت هسجلها ايه؟ اللي عند لوكي عند اوفست 1000 احط 12 وعند اوفست ايه؟ 1001 احط 14 ايه؟ هكس. خلاص؟ بس في المثال ده هنا بالايه؟ بالديسيمال. طيب تاب ديفاين بايت احجز بالايه؟ بالبايت 18 15 كام؟ 13. يبقى انا عايز احجز كام بايت؟ 3 بايت. طيب هو في اي ال حجز كام بايت؟ ماشي. انت الوضع ده كده انت حجزت 2، يبقى التاب ده هيبتدي من كام؟ يبقى انا اخر ادرس عندي كنت وقفت عنده 1001، يبقى التاب ده هيبتدي من كام؟ 1002. حط بقى 18 15 13. طبعا القيم دي هتحولها بالايه؟ بالديسيمال. خلاص؟ طيب مس ديفاين بايت يامبو. طيب هنا كده برضو احجز بالبايت. الادرس اللي هحجز عنه هسميه ايه؟ مس. ماشي. هحجز ايه بقى؟ ده هو ما حطليش ارقام، هو حط لي كده ايه؟ تكست. حول كل حرف عندك الى الايه؟ الى بايت اللي هي الاسكي كود، هو ده اللي هيتسجل. يبقى هيتسجل دي مس هتبقى هنا بعد ما خلصت التاب، هيتحط هنا الاسكي بتاع الواي والاي والان والبي والايه واليو. طبعا انا حطيتها بالاسكي بس كده، لكن انت حولها بقى الواي شوفها في الجدول في الاسكي تبقى مثلا ايه 47، يبقى تحط هنا ايه 47 هكس. طبعا هتحولها بالديسمال لو عايز تحط بالميموري بالديسمال. خلاص. طيب بعد كده عندك مثلا نيم ديفاين بايت وحط علامه ايه؟ استفهام. اولا النيم هيبقى فين بعد ما خلصت حجز للايه؟ للمس. ماشي. يبقى نيم عندي واخد لوكيشن كام؟ 100A. طيب هحط فيه كام بقى؟ هو هيحجز بايت، هحط فيه كام؟ علامه استفهام. انا زي ايه؟ زي ما هي بس احجزها. تمام؟ يعني انا مش مهم عندي نيم دوت ياخد انيشال ايه؟ فاليو، لكن هيبقى حاجز ايه؟ حاجز بايت. مثال تاني مثلا اوبجكت ديفاين وورد 0F0A هكس. طبعا هتلاحظ هنا احنا حاطين 0 على الشمال عشان الهكس بادي بحرف، حاطين ايه 0 على الشمال. وماسك ديفاين بايت بس دي بالايه؟ بالباينري. ماشي. طيب المتغيرات اللي انا عرفتها فوق دي هستخدمها في البرنامج بقى بالمسميات بتاعتها. يعني هستخدم الايه اوبجكت واستخدم ماسك في البرامج بتاعتي عادي خالص. وبالتالي ممكن اكتب في الكود بتاعي كده موف اي اكس واوبجكت، يبقى اي اكس هتحط فيه كام؟ القيمه اللي فوق ديت 0 اف 0 اي 0 اي. طيب اند اي ال وماسك، ماشي كده؟ هياخد الماسك اللي هو البيتس ديت ويعمل لها اندنج. دي الاند دي يعني اند اوبريشن مع الاي ال. ماشي. موف اوبجكت واي اكس، اللي موجود في الاي اكس هحطه عند اللوكيشن بتاع اوبجكت. ما هو اوبجكت ده فاريبل في الميموري. تمام. يبقى القيمه بتاعه الاوبجكت دي بدل ما هي 0 فيها، بدل ما هي فيها 0 اف 0 اف الميموري هتتغير بقيمه مين؟ الاكس. تمام. طبعا بس نلاحظ بقى احنا ساعات بنتعامل مع بايتس وساعات بنتعامل مع ايه؟ مع وورد بايت اللي هي 8 بت، وورد اللي هي 16 بت، وساعات هنتعامل مع دبل ايه؟ وورد. ماشي. فتخلي بالك من ديت. ماشي. يبقى فاريبل از ا نيم جيفن تو ا ميموري ايه؟ ادرس. يبقى الفاريبل بالنسبه لك حتى المتغيرات اللي انت بتستخدمها في الهاير ليفل لانجوج في النهايه عباره عن ايه؟ اسم، بس في الاخر بيناظر ميموري ايه؟ ادرس. ماشي. واضحه هنا في الاسمبلي. ماشي. طبعا المتغيرات احنا بنستخدمها عامه في اي لانجوج عشان تسهل لي الايه؟ التعامل مع البرنامج بتاعي. وطبعا سهل ان انا
اتذكر الفاريبل لو هو كان باسم عن ان انا اتذكره لو هو كان بايه بادرس. مش هتحس بالمشكله دي الا اذا كنت بتبرمج بالاسمبلي من زمان، فالتعامل مع المتغيرات كان زمان بالادرس بتاعها. فانت تقعد تكتب بقى ايه الميموري لوكيشن 10 احط فيه الاري رقم 1، ميموري لوكيشن 30 احط فيه الاري رقم 2، وتيجي تكتب في الكود بقى مش موف اي اكس و اري 1، لا هتكتب موف اي اكس ومحتوى لوكيشن 10، فبقت عندك ايه ارقام. فزيها زي الاسمبلي، بدل ما نحول نتعامل مع الارقام عايزين نتعامل مع ايه مسميات. فالمسميات عندي هنا بتاعه الفاريبل سهلت كتير قوي. ايه ليه؟ لان هفتكر اسامي تبقى لها معنى غير ما افتكر ايه ادرس ملوش ايه ملوش معنى. سيمبلر تيكس كير اوف ريبليسنج فاريبل نيمز ويز ايه، في الاخر هيتحول الفاريبل نيم ده الى ايه الى ادرس. طبعا define word بدل ما يحجز بايت هيحجز ايه 2 بايت. برضو مثال tt1 define word 500 هكس، tab1 define word 10 11 ايه 14، yy define word كام علامه استفهام يعني ايه احجز بس ما تحطش فيهم حاجه سيبهم على وضعهم خلاص. طيب ادي الميموري وادي الاوفست ايه ادرس بتاعك، وهنبتدي من اول اوفست 1000 نفترض انها كده. ها تي تي 1 ديفاين وورد كام 500. ها ال 500 دي بالنسبه لي بتمثل لي ايه بقى؟ خلي بالك ان انت عندك هنا ايه ده وورد ولا دبل ولا بايت؟ ها ده فاين وورد، هي 500 هكس ديسمال صح كده؟ طيب ال 500 هكس ديسمال ديت قسمها لي الى 2 بايتس. احنا قلنا الخانه الواحده الهكس ايه؟ كام بت؟ 4 4 بت. يبقى دي 4 ودي 4 يبقوا كده كام؟ 8 يبقى كده بايت. دي 4 محتاجه كمان ايه؟ 4 احطها كام هنا؟ يبقى ده شكل الورد بالهكس تمام؟ يبقى انا عندي 2 بايتس اللي هم 0.5 وكام؟ و0.0 ماشي، لان الميموري لما هسجل فيها بسجل فيها بالبايتس ما بسجلش فيها بالايه؟ يعني لازم اقسم الورد عندي الى مجموعه من الايه؟ من البايتس. طب انا قسمت اهي 500 الى مجموعه من البايتس هتبقى 0.5 وكام؟ 0.0. هسجل 0.5 الاول وبعد كده 0.0 ولا 0.0 وبعد كده 0.5؟ مين اللو اوردر عندك؟ اللي هو الاقل في الترتيب، الترتيب اللي هو الاهميه في الترتيب الويت بتاعه 0.0 ده هو الاقل، وبعد كده كام؟ يبقى ده يتحط في الميموري ادرس الاقل وده يتحط في الميموري ادرس الايه الاعلى. يبقى بالتالي انا عندي هنا الميموري ادرس الاقل اللي هو ال1000، الميموري ادرس الاعلى اللي هو الكام؟ ال1001. يبقى في الحاله ديت ايه تي تي 1 خلاص خد الادرس 1000 هيتحط هنا كام؟ 0.0 وبعد كده كام؟ 0.5 خلاص. ما انا كتبتها لك هيكس اهي. انا كتبت اتش اهي بعدها. خلاص؟ طيب تعالى تاب 1 بقى اهي، ديفاين وايد، ديفاين وورد. ها؟ تاب 1 الاول هيبتدي من فين؟ تمام. ها؟ ديفاين وورد كام؟ يبقى كام وورد كده هيحجز كام وورد؟ 3 وورد، امشيهم بالترتيب كده 10. دي مساحة مش وورد، دي مساحة ايه؟ بايت. حولها الورد احط كام؟ فين هيسجل ال10 وبعد كده الكام؟ ال00. يبقى كده هيتسجل هنا ايه؟ اللو بعد كده الهاي. تمام كده اللو بعد كده الهاي. طب ال11 نفس الحكايه، تسجل 11 وبعد كده الايه؟ 00. 14 وبعد كده كام؟ 00. واي واي ديفاين وورد يبقى هياخد بس اللوكيشن لكن مش هيحجز ايه؟ حاجه. خلاص اكزامبل تاني لو افترضت كملت عليها بقى ماشي. اوبجكت ديفاين بايت 10 0 اف هكس ديسمال سالب 2. مبدئيا اوبجكت هيبقى فين موقعه؟ من اول ماشي بعد الواي واي على طول ولا بعدها باثنين؟ لان الواي واي مش هيحجز بايت، هيحجز ايه؟ 2 بايتس فوق واي واي ديفاين ايه؟ خلاص يبقى اوبجكت هيبقى هنا.
بس بعد كده اوبجكت ده متقسم الى بايتس 10 0 اف كام سالب 2 اهي 10 10 دي ايه ديسيمال ولا هيكس ديسيمال يبقى تحط اكتبها 10 زي ما هي ماشي او لو بالهكس ديسمال لو انت هتكتب كله بالهكس ديسمال تبقى A 0 A بالهكس ديسمال ماشي هو حطها بالهكس ديسمال 0 A A هكس ديسمال ما هي 10 بالهكس ديسمال هي 0 A او تكتبها 10 ديسمال خلاص طيب بعد كده 0 F ماشي سالب 2 هيكتبها سالب 2 ولا هيحطها باينري اللي هي 2 كومبلمنت بتاع كام بتاع الاثنين هي كده كده سالب 2 هتتمثل ازاي بتتمثل بالتوس ايه بالتوس كومبلمنت اللي هي الاثنين اللي هي 0 0 0 0 0 0 1 0 اعمل لها التوس كومبلمنت ماشي هت 1 1 1 1 1 1 1 اللي هي كام بالنسبه لنا ده اف ها وده كام اي خلاص يبقى القيمه هنا اللي هتتسجل عندك كام اف اي واضحه كده ماشي انا بكلمك على اساس ان انت اللي هيتحط في الميموري هتكتبه بالايه بالديسيمال اللي تكتبه بالايه بالهكس ديسيمال بس ما تحطش سالب فهحط سالب هنا ازاي ماشي ما ينفعش انا احط اشاره فهي رقم في الاخر فالرقم هنا بيتمثل عندي بالايه بالتوس كومبلمنت يبقى الاثنين دي موجبه اعملها توس كومبلمنت بقت ايه بقت سالب ماشي things defined by it والكلمه ديت اللي هي يام ماشي يبقى things هتبقى فين ماشي يام بعديها هتبقى هنا ايه المره دي حاطينها لك بالايه بالهكس اللي هو الاسكي كود فعلي بتاع حرف الواي وبعد كده حرف الاي بعد كده حرف الان بعد كده حرف البي بعد كده حرف الايه ماشي طبعا في عندنا ديفاين دبل وورد ودي هتاخد بقى 4 بايت يعني 32 بت وكاكزامبل مثلا var1 ديفاين دبل وورد 1 5 5 0 0 0 0 0 برضه لما اجي اقسمها ها اكتبها كده كام 1 5 5 صح كام صفر كام خمس اصفار ماشي دي بايت دي بايت دي بايت دي بايت خلاص كده هم كام 4 بايت يتسجلوا ازاي بالترتيب اللو اوردر الاول اللي هو 0 0 0 0 5 0 1 ايه 1 5 طب طبعا هنا مش ايه مش محطوطين طيب مسموح لك بقى في الاسمبلي ان انت تعمل ريفيرنج للفاريبلز ديت وتعمل اوفست على الاوفست بتاعها مثلا هننفذ الامر ده موف ايه ال و الاسكي بتاع الاكس يبقى ايه اللي هيتحط فيه الاسكي بتاع الكود بتاع مين بتاع الاكس بعد كده موف سينك زائد 3 وايه وايه ال طب يبقى الايه ال فيه حرف ايه الاكس وبعد كده هاخده من الايه ال هوديه فين ماشي فين سينجز عندك هنا سينجز اللي هي عند لوكيشن 100 دي صح كده هناخد الحرف الاكس اللي متسجل في الاي ال وهنحطه عند سينجز ماشي زائد 3 سينجز دي في النهايه هتبقى مقابله لايه يا شباب لادرس اللي هو كام 100 دي ضيف على الادرس ده كام 3 بمعنى تاني الاسمبلي اصلا لما يجي يكتب الكود ده اهو موف سينكس وايه موف بلس كام 3 واي ال مفيش حاجه اسمها سينكس زائد 3 عنده ده في الاخر هيتحول لايه لادرس طب الادرس بتاعه كام ماشي يبقى ده عندي 100 دي تمام كده لا دي هتتحول في الاخر عارف لو مفيش 0 3 زائد 3 كده هتحول كده في الاخر موف 100 دي وكام ويقل مسموح لك في الاسمبلي ما انت خلاص هو كده كده الاسمبلر لازم هياخد الرقم ده لازم هيحول سينجز دي الى ايه لادرس لرقم ماشي طب وايه المشكله في الاسمبلي تقول له لا اجمع لي عليه كام 3 هتغلب عليه لا هيجمع لك 3 على مين بقى على 100 ايه دي اجمع 3 عليه الدي بعدها ايه اي بعد كده ايه اف كده جمعنا 2 خلاص يبقى هتتحول في الاخر لموف 101 ايه 0 هيسجل قيمه الايه اللي في لوكيشن كام بقى
ها اللوكيشن اللي احنا هنتعامل معاه في الحاله دي هو مين؟ ماشي، يبقى نوت ذا ثينج از ا كونستانت، اصلا في الاساس ده كونستانت بيعبر عن الادرس. ماشي، اتس فاليو از نون از اسمبلي تايم، هو بيترجم هو عارف هي الكونستانت ده قيمته كام، اللي هو الاوفست 100 ايه دي. ماشي، فسهل عليه ان هو ايه يجمع عليه 3 100 دي. ماشي، انستراكشن جنريتد باي ذا اسمبلي هيبقى في الوضع ده كده موف الادرس و اي ال. ماشي، او هتتكتب بقى اللي هي ايه موف عند لوكيشن 10 10 الاي ال، وبالتالي سينجز دي زائد 1 دي هتبقى زائد 2 دي تبقى زائد ايه 3، ويقدر يحط يغير بقى القيمه دي من الحرف القديم اللي هو كان الكود بتاعه 42 للحرف الجديد اللي هو الاكس اللي هو الكود بتاعه كام 58. خلاص، طبعا دي حاجه طالما مش محتاجه اشتغل عشان اعرف الادرس ده كام فيقدر الاسمبلر ايه ماشي يشوفها. ماشي، وبالتالي هنحتاجها كتير، لان هي إيه انت ممكن عايز مش عايز تريفير للفاريبل، عايز تريفير للفاريبل بعد ادرس معين. ماشي، او عايز تريفير للفاريبل مش انت قسمته هنا 2 بايتس. ماشي، انا عايز البايت دي او عايز البايت دي. ماشي، دي عنوانها الاولانيه هتبقى عنوانها هو اسم الفاريبل، دي عنوانها اسم الفاريبل زائد كام؟ زائد 1. يبقى كده تعرف تاكسس اي بايت جوه الايه؟ جوه الفاريبل. ماشي، من ضمن الدايركتيفز المهمه عندنا اللي هو الدبليكيت دايركتيف. ماشي، افرض انت بقى عايز تحجز مكان في الميموري الاري بس انت لسه مش عايز لها انيشال فاري، او عايز تحجز مكانه خلاص بس مش عايز تحجز بايت واحده، عايز احجز 100 بايت. اعملها ازاي؟ هقعد اكتب 100 بايت؟ تمام، عايز تحط تحجز مكان لبفر في الميموري والانيشال فاليو بتاعته كلها بالصفار، البفر ده 200 بايت. ماشي، هنا بيوفر لك بقى حاجه اسمها الدبليكيت دايركتيف. ماشي، زي مثلا هنا عندنا اهو تاب زي ما قلنا ده النيم بتاع الفاريبل، ديفاين بايت 5 دب اوف كام 15. ماشي، دبليكيت يعني هيكرر خمس مرات، هيكرر اللي قبلها خمس مرات الرقم كام 15. يبقى هيحجز كام بايت الاول؟ حلهم بكام؟ ب 15. طيب احمد ديفاين وورد 5 دب اوف وحطيت علامه استفهام، هيحجز هنا ايه وورد؟ كام وورد بقى؟ 5 وورد. 5 وورد يعني كام بايت؟ يعني 10 بايت. هيحط الانيشال فاليو بتاعتهم كام؟ لا سيبهم زي ايه ما هم، لان انت حطيت علامه ايه الاستفهام. سينجز ديفاين وورد 10 ايه 20، دي ما فيهاش دوبليكيت، هو هيحط الورد دي بس عند كام؟ عند 10 القيمه بتاعتها 10 10. ماشي، نعم، اهو تاب ديت خلاص هتبقى هي عند اول ادرس عندي صح كده. ديفاين بايت 5 دوبليكيت اوف 15، هو المقصود ان هو هيكرر خمس مرات ال 15 دي. ماشي، فهتحط هنا ايه 15 اللي هي بالهكس ديسمان 0F 0F كم مره؟ خمس مرات، 5 بايتس، كل بايتس هتحط فيها ايه 15. فبعد كده هيجي احمد ديفاين وورد 5 دب اوف دبليكيت، بس مش متحط ما تحطش فيهم انيشال فاليو، تمام، بس يبقى حجز لوكيشن وبس. طب كام بايت؟ لا ده هو حجز 5 وورد، طب ما الوورد كام؟ 2، يبقى هتسيب ايه 10 بايتس. هنا مش هيظهر حاجه، مش هعرف ايه لان ما حطيتش، مش هحط قيم، لكن الفكره كلها لما اجي السنجز دي لما تيجي تتحجز بقى تتحجز فين بقى؟ بعد احمد ب 10 ايه؟ بعد احمد ب 10 بايتس، يبقى ال 10 بايتس اهم اتحجزوا بس ما فيش قيم هتتحط فيهم. احمد يجي فين؟ اسف، سنجز تيجي فين بقى؟ بعد بعديها ب 10 هتحط فيها كام؟ 10 20، قلنا ال 20 الاول هتتحط وبعد كده الايه؟ ال 20 وبعد كده ال 10. واضحه كده الدبليكيت دايركتيف؟ طيب ايه عندنا او بنسميها السيجمنت ريجستر انيشياليزيشن؟ بدايه البرنامج بتاعك محطوط على الهارد ديسك، الاوبريتنج سيستم هيحمله من الهارد ديسك يحطه فين؟ في الميموري. زي ما قلنا ممكن الكود يتحط في حته والداتا تتحط في ايه؟ في حته والستاك يتحط في حته. ماشي،
طب هل الاوبريتنج سيستم هيانيشالايز السيجمنت ريجسترز بتاعتي باماكن السيجمنت ريجستر فعلا؟ هو هيعمل لك انيشالايزيشن بس للستاك وللكود، مش هيعمل انيشالايزيشن لا للداتا ولا للايه للاكسترا سيجمنت. تمام، يبقى الكود سيجمنت الاوبريتنج سيستم هيعمل لك انيشالايزيشن ليه، وبالتالي تقدر تاكسس الايه لما يجي البروسيسور يجي ينفذ، هينفذ صح الكود بتاعك في المكان بتاعه اللي هو ايه عند ادرس سي اس اوفست بكام؟ باي بي. يبقى ده اوتوماتيكالي ابديتد من الايه او انيشالايزد من الاوبريتنج سيستم. الداتا ريجستر سيجمنت ريجستر ما بيحصلوش انيشالايزيشن، انت اللي هتعمل له ايه انيشالايزيشن. خلاص، فعشان كده هتبقى اول جزئيه في الكود بتاعك هتتعمل كود الاسمبلي بتاعك، مش هتكتب البرنامج بتاعك على طول، هتكتب اول حاجه ان انت ايه تعمل انيشالايزيشن للداتا سيجمنت ريجستر والاكسترا سيجمنت لو انت برضو ايه محتاج. ماشي، طب هنعملها ازاي؟ اهي هنكتب موف اي اكس ونيم اوف داتا سيجمنت وموف دي اس وايه اي اكس. النيم اللي انت سميت بيه الداتا سيجمنت لما عرفتها تمام هتحطه في الاي اكس، وبعد كده تنقله من الاي اكس لمين؟ للدي اس، لان ما عندكش نقل مباشره من نيم او من فاريبل او من ايه بمعنى تاني ما تقدرش تكوبي داتا الى السيجمنت ريجستر الا من خلال ريجستر، ما ينفعش لا ميموري ولا ايه ولا كونستنت. فعشان كده حولت بكده ايه سيمبلي كده، ممكن ما اقدرش اكتب موف دي اس والنيم اوف داتا ايه سيجمنت، لا الامر ده ما ينفعش. السيجمنت ريجسترز التعامل معاها ما فيش امر موف لها من دايركت او كونستنت، لازم يبقى من خلال مين ريجستر. فعشان كده احنا عملناها على مرتين، هيتحمل الاول في اي ريجستر اختاره زي ما انت عايز، ممكن واحد يقول موف بي اكس وبعد كده موف ايه الدي اس وبي اكس زي اي ريجستر. خلاص، اي سيجمنت، كل السيجمنت ريجسترز كده. خلاص، فدي ايه لازم اعملها على مرحلتين كده. طب النيم اوف داتا سيجمنت دي هجيبها منين؟ انت وانت بتعرف الداتا كتبت اسمها داتا، يبقى هي الايه الداتا، كتبت اسمها كود بتاع ده دي 1 دي 2 دي 3. خلاص، ايه استخدم الاسم اللي عندك. الساعة كام معاكم يا شباب؟ طيب معلش، عشان احنا بس الجزء اللي فات ما خدناش فيه، فهكمل بس السلايدز لغاية 11 يعني. طيب، في عندنا اوبريتور تاني بقى او دايركتيف تاني اسمه ايه؟ اوفست في برامج الاسمبلي، هحتاجه برضه. ماشي، اللي هو ايه؟ احنا كده اتعاملنا مع تعرفت اهوت مجموعة من الفاريبلز في الداتا سيجمنت، ما حاططلهاش اي انيشال فاليوز، ادي الميموري وادي الاوفست ادريسز بتاعتك، بس انا حطيناها ايه السيجمنت بارت مع الايه مع الاوفست بارت. اول واحد هيبقى بي فاليو ديفاين بايت، يبقى يحجز بايت واحده بس. اللي بعد كده دبليو فال هيبقى بعديه على طول، بس هيحجز قد ايه؟ 2 بايتس الاثنين دول. الدي فال اللي هو الدبل ده هياخد ايه، هيجي بعدها باثنين، هيحجز كام؟ ده فاين دبل وورد 4. اللي بعديه هيبقى ايه دي فال 2، هيحجز برده كام؟ 4. اللي هم دول مفيش انيشال فاليو ليهم خلاص. ماشي، في الكود سيجمنت بتاعتك انت هتحط بقى هنا ايه اهي موف اي اكس وداتا وموف دي اس و اي اكس عشان تحمل قيمه الدي اس بالاوفست بارت بتاعك اللي هو بقى كام، اسف بالسيجمنت بارت اللي على اليمين هناك خلاص اللي هو كام 400. فبتجيبها من كلمه داتا اللي فوق، هي دي ده النيم اوف داتا ايه سيجمنت، بتقول موف اي اكس وداتا وبعد كده موف دي اس واي اكس، بالظبط اكنها موف اي اكس و 400، لان الداتا سيجمنت هتاخد في الاخر كام عندك هنا هناك ايه على اليمين، خدت 400 ده كمثال يعني. تمام، يبقى اكنها موف اي اكس و 400 وبعد كده موف دي اس واي اي اكس. ما اقدرش اكتب موف دي اس و 400 مباشره، ده ايه مش مسموح بيه. خلاص، طيب تعالى كده بقى كده كتبت كده موف اس اي و بي فال، ايه الفرق بينه وبين لو كتبت موف اس اي و بي فال؟ خلاص، لو كتبت موف اس اي وبي فال هاخد محتوى اللوكيشن ده، هاخد قيمه الفاريبل نفسه. تمام، لكن لو حطيت كلمه اوفست
انا بقول له انا مش عايز ال بي فال ده، مش عايز قيمته، انا عايز الادرس اللي هو بيشاور عليه. تمام؟ فبي فال عندك بيشاور على اوفست ادرس كام فوق اهو؟ صفار. تمام كده؟ لكن محتوى كام؟ 34 ايه؟ هكس. بمعنى لو انا كتبت كده الكود بتاعي اهو موف، دي كانت ايه؟ موف ايه؟ اس اي و بي ايه؟ فال، صح كده؟ انا هخليها من غير الاوفست. دي بتترجم ايه بقى يا شباب؟ هتترجم كده موف اس اي ومحتوى اللوكيشن اللي بيشاور عليه ده. ماشي؟ هو لا، هو الاوفست بتاعه كام؟ ما هو في الاخر بي فال ده ادرس، بس لما يتحط كده بالاسم بتاعه يبقى كاني باخد ايه؟ محتوى الادرس ده. ماشي؟ في بعض البرامج انت محتاج، مش محتاج الايه؟ مش محتاج محتوى الفاريبل، انت عايز تشاور على مكان الفاريبل، عايز تستخدم بوينتر يعني. تمام؟ ففي الحاله ديت هحط هنا كلمه ايه؟ اوفست. هتخلي الاسمبلر بدل ما يترجمه بالشكل ده هيترجمه الى موف اس اي و 0000. يبقى اس اي بقى فيه كام؟ اصفار. لكن لو في اللي فوق اي فيه محتوى اللوكيشن كام؟ 00، اللي هو كام؟ ها؟ 34. بس اس اي ده وورد، يبقى هياخد ايه؟ 2 بايتس ويحطهم في الاس اي. خلاص؟ بس طبعا احنا هنا بنتكلم على كلمه اوفست، هنا خليت الاسمبلر يترجم الامر ده بشكل ايه؟ مختلف، بدل ما ياخد او يتعامل مع بي فال ده از ا فاريبل، اتعامل معاه از ا كونستانت. كونستانت اللي هو الادرس، فاريبل اللي هو محتوى الايه؟ محتوى الادرس. يعني بي فال مش هيتحرك من لوكيشن 0000، لكن محتوى اللوكيشن 0000 ممكن ايه؟ يتغير. يبقى فعليا الفاريبل هو محتوى اللوكيشن، لكن الكونستانت عندي هو الادرس بتاع الايه؟ اللوكيشن. نعم؟ ما هو كل ريجسترز عندنا ايه؟ وورد، ما عدا الاي ال والبي ال والسي ال والدي ال وهكذا. تمام؟ كلهم وورد. اي اكس ده وورد متقسم الى اي ال وايه؟ وبي ال. تمام؟ طيب يبقى في الحاله دي زي ما احنا هو كاتب كده ان هو الاس اي هيبقى فيه كام يا شباب؟ اصفار. ماشي؟ موف اس اي واوفست دبليو فال هياخد ايه؟ الادرس اللي بيشاور عليه دبليو فال. ها؟ دبليو فال هنا بيشاور على الادرس كام؟ واحد، يبقى واحد. اس اي واوفست دي فال يبقى ثلاثة. اس اي واوفست دي فال اثنين يبقى سبعة. اس اي ودبليو فال ما حطيتش اوفست بقى، يبقى محتوى الدبليو فال، دبليو فال هنا في الميموري فيه كام؟ دبليو فال 33 06، يبقى 6 33 6 33. احنا قلنا هنرصها الاول الايه؟ اللو اوردر، بعد كده الايه؟ الهاي اوردر. واضحه كده كلمه استخدام كلمه اوفست؟ ماشي. ودي بنحتاجها عشان استخدم بوينتر، عايز بقى اشاور على بدايه الاري وهجيب الاري اس اي وازود عليه واحد، يبقى ده العنصر الثاني الثالث الرابع الخامس زي ما انا عايز بقى. تمام؟ طيب برضو في اوبريتور تاني عندنا اللي هو البوينتر. ماشي؟ البوينتر هنا لو انا عايز اكسس جزء من فاريبل بقى. ماشي؟ وبرضو ممكن استخدمه عشان اعمل كومباين لاليمنتس اوف سمولر تايبس. ده السنتكس بتاعه، بتحط التايب وبوينتر وبعد كده الفاريبل اللي انت هتطبق عليه الايه؟ البوينتر ده. ماشي؟ انت عرفت اهو في الميموري دي فال دبل وورد، صح كده؟ وده القيمه بتاعتها، واري ديفاين بايت 0 و10 و20 و30. خلاص؟ ده تقسيمه الدي فال والاري. الدي فال هيبقى فيه، احنا قلنا هنسجل هنا في الرسمه دي هنسجل من اول للشمال للايه؟ لليمين. يعني الشمال هو اللو اوردر واليمين هو الهاي ايه؟ اوردر. يبقى 8 بقى اللو اوردر 78، وبعد كده 56، وبعد كده 34، وبعد كده 12. وبعد كده هناخد هنا الايه؟ 0 0 10 20 ايه؟ 30. ده الاري. ماشي؟ جينا في الكود، طبعا احنا قلنا اول حاجه بنعملها في الكود هو عمليه الانيشياليزيشن لمين؟ للاي للدي اس ريجستر. طيب هنا كتبت كده موف اي ال ودي فال.
موف ايه اللي هو ديفال؟ ديفال متعرف فوق ايه؟ ها؟ دبل وورد صح كده؟ والاي ال ده ايه؟ بايت. تمام؟ فده بالنسبه لنا هيطلع هنا ايه؟ ايرور. تمام؟ هترجم الانستراكشن ده على انه وورد او دبل وورد موفمنت ولا وورد موفمنت ولا بايت موفمنت؟ ماشي؟ مفيش حاجه هنا تعرفها. تمام؟ ففي الحاله ديت هكتبها كده موف اي ال وبايت ايه؟ بوينتر. يبقى كده قلت ان الدي فال ده بايت بيشاور على ايه؟ بايت. ترجمه في انستراكشن. خلاص؟ طيب نفس الحكايه. موف اي اكس ودي فال. طب ده دي فال متعرف فوق ان هو ايه؟ دبل وورد، والاي اكس ده وورد. ماشي؟ فهيبقى ايرور. حتى في بعض الاسمبلر بتفوت الايرور ده. ماشي؟ في بعض الاسمبلر لا بتدي لك الايرور ده عشان تنبهك بس انت بتنقل ايه؟ دبل وورد على وورد، هل انت قاصد ولا مش قاصد؟ تمام؟ لكن لو انت عايز تحدد بقى يبقى هنعمل ايه؟ وورد بوينتر. خلاص؟ ده كده هينقل فعلا الايه؟ الوورد بتاعتك. وضحت كده يا شباب البوينتر؟ نيجي بقى الاول ايه؟ assembly program بالنسبه لك. هنعرف فيه الداتا سيجمنت ديفاين وورد. احنا هو الاسمبل بروجرام اللي هنعمله هيجمع رقمين على بعض. ماشي؟ فور كومبيوتنج ذا سم اوف تو 16 بت ايه؟ انتجر. الاولاني ديفاين وورد وقيمته ب 10، بي ديفاين وورد ب 20، حطها في الميموري عند لوكيشن اسمه ايه؟ ريزلت، بس هحجز المكان لازم. خلاص؟ ديفاين وورد وقفلنا السيجمنت. لازم بقى احط هنا بقى يعني عشان تعمل برنامج فعلي هنحط الستاك بقى هنا. خلاص؟ يبقى الستاك سيجمنت ديفاين وورد ها 128 دبلكيت اوف كام؟ اوف زيرو. اولا الستاك بيتحجز بالوردز مش بيتحجز بالايه؟ بالبايت. الحاجه الثانيه اهو استخدم الدبلكيت عشان ايه؟ يحجز 128 وورد يعني 256 ايه؟ بايت. وتبقى الانيشال فاليوز بتاعتهم بكام؟ بصفار. طبعا هو مش شرط، ممكن تبقى الانيشال فاليو بتاعتهم ايه؟ اي حاجه يعني سيبها زي ما هي ما تعملش انيشاليزيشن لان انا الستاك لسه هيتبني لسه هتتحط فيه الداتا فوق ايه؟ بعضها، فمش فارقه يحط فيه صفار ولا يتحط فيه ايه؟ اي قيم ثانيه. فممكن نحط هنا علامه استفهام. طيب الكود سيجمنت زي ما قلنا اول حاجه هنعملها ايه؟ هحط ليبت الكود اللي هيبقى ده الستارت بتاع البروجرام بتاعي هيبقى فين؟ بعد كده هنقل الايه؟ هنعمل initialization للدي اس. ماشي؟ وبالمره الاي اس لو انت ايه؟ محتاجها. البرنامج بتاعك بقى هتكتبه اهو موف اي اكس و اي. هجيب المتغير الاولاني اللي هو الاي احطه فين؟ في الاي اكس. بعد كده اد الاي اكس و بي، هنجمع البي على الاي اكس، يبقى كده جمعت الاي على الاي، الاي والبي اتجمعوا على بعض. وبعد كده الناتج اللي هو موجود في الاي اكس هنوديه فين؟ في الريزلت. ما هو المتغير اللي انا هسجل عليه في النهايه هتسجل في الميموري عند لوكيشن اسمه ايه؟ ريزلت. يبقى ريزلت موف ريزلت و ايه؟ اي اكس. طب ليه ما عملناش على طول كده ايه؟ نسميها ايه؟ احط الاي في ريزلت وبعد كده اقول اد ريزلت و بي على طول. ماشي؟ لا مش حكايه كده، ان هو ما فيش عندك امر ميموري لوكيشنز، يعني انت عندك كده الاقصى عدد للاوبرنز هنا كام اوبرند؟ هما اثنين. الاد اوبريشن لها كام اوبرن؟ اثنين، هتجمع حاجه على حاجه، ما ينفعش الاثنين يبقوا في الميموري، لازم واحد منهم بس هو اللي في الايه؟ في الميموري. الثاني ممكن يبقى كونستانت ريجستر اي حاجه ثانيه. فعشان كده احنا احتاجنا ان احنا ننقلها من خلال الايه؟ الريجسترز. طيب انا جمعت كده خلاص، ها البرنامج هنهيه ازاي بقى؟ عند اس، وبعد كده عشان اقول له بدايتي من عند ستارت يبقى اند، وبعد كده ايه؟ ستارت. طيب لو الكود ده اتنفذ مره واحده كده، يعني عملت له ران مره واحده، الجهاز هيهنج. طب هيهنج ليه بقى؟ لان انت هنا كل حاجه بتتم عندك لازم ترجع فيها للاوبريتنج ايه؟ سيستم. لو ما رجعتش فيها للاوبريتنج سيستم هيحصل ايه؟ هيحصل ايرور. فلازم تعمل اند للكود هنا، انك تعمل ريتيرن للايه؟ للاوبريتنج سيستم. هو الكود بتاعك خلص على كده. نفس الوقت هينفذ ايه بعد كده؟ انا خلصت هنا، هينفذ يروح فين؟ مفيش حاجه. يبقى معنى كده ممكن يقعد ينفذ في كود الى ما لا نهايه، اللي هيكمل 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 يكمل الى ما لا نهايه مش هيقف. يبقى كده الجهاز عندك هيحصل له فريزنج. ماشي؟ فعشان ما يحصلوش الفريزنج ده لازم ارجع للايه؟
للاوبريتنج سيستم، لان اللي بينهي اللي بينهي اي برنامج هو الاوبريتنج ايه سيستم. اللي بيبدا اي برنامج هو اللي بيعمل لودنج للبرامج هو الاوبريتنج سيستم، اللي بيعمل انهاء للبرامج هو برضو الايه الاوبريتنج سيستم. تمام. طب انا هنهي البرنامج هنا ازاي؟ عن طريق الاوبريتنج سيستم، بستدعي فانكشن في الاوبريتنج سيستم بتعمل اند للايه للبروجرام مبدئيا. بس يعني عشان بس ما نخشش في تفاصيلها، الفانكشن ديت بتحتاج حاجه اسمها انتربت كام، اي ان تي كام، 21 هكس ديسمال. انتربت ده عباره، اعتبره دلوقتي مبدئيا سبروتين كبير خلاص. بس السبروتين ده اللي عامله مين؟ الاوبريتنج سيستم. ده في اكتر من وظيفه، في وظائف تتعامل بيها مع الهارد ديسك، في وظائف تتعامل بيها مع الايه نتورك، في وظائف تتعامل بيها مع الايه الميموري خلاص. من ضمن الوظائف اللي هو بيتعامل بيها او من ضمن الاوامر اللي هو ممكن ينفذها لك، ان هو ينهي لك الايه البرنامج ويرجع لصفحه الاوبريتنج سيستم تاني. فانت بتحدد الوظيفه من خلال القيمه اللي موجوده فين؟ في ريجستر اي اكس. فلو اتحط في الاي اكس 4C00 دي معناها ايه؟ اند ايه بروجرام اند ريتيرن تو اوبريتنج سيستم خلاص. فقبل ما بنفذ الكولنج لي انتربت 21 ده، بنحط الفانكشن نمبر. فانكشن نمبر عندي هو الموجود في مين؟ في الاي اكس، موف اي اكس 4C00 اللي هي مكتوب جنبها باك تو ايه تو دوس، لان زمان كان بنسميها ديسك اوبريتنج ايه سيستم. هتنهي بقى عادي بقى اند سيجمنت وبعد كده اند ايه ستارت، عشان تبقى هي دي الانتري بوينت بتاعتك اللي هي المين بروجرام بتاعك. ماشي. طبعا هو المفروض اللي جاي ان شاء الله هيبقى الادريسنج ايه الادريسنج مود. ده البرنامج كده اللي احنا بنشتغل عليه، هو الايميليتور دوت. ماشي. ده المفروض ان انت بتحدد، طبعا انت عايز تعمل نيو بروجرام، يبقى خلاص هتدوس على نيو. بتحدد نوع الاكسكيوتابل بتاعك. احنا هنشتغل حاجه من الاثنين، يا كوم يا ايه اي اكس اي. خلينا في الاي اكس اي هنا، لو دوست اوكي هتلاقيه هو عمل لك السيجمنتس بنفسه، كون لك السيجمنتس. تمام. يعني فوق عندك هنا في ايه داتا سيجمنت واند وستاك سيجمنت واند وكود سيجمنت واند، وحط عمل لك الانيشاليزيشن اللي بتعمل في الاول للايه للدي اس والاي اس. تمام. وضاف لك اخر حاجه اخر امرين فيه، موف اي اكس 4 سي 00 وانتربت كام. ماشي كده. لو عشان ينهي الايه ينهي البرنامج ده، هو كمان مزود لك كمان حاجه قبل ما ينهي البرنامج، هيطبع لك رساله ايه بريس اني زي كومبايلر. ماشي. ان انت مثلا ايه اعرف لك فوق كده هنا ايه اللي هو في الجزء اللي فوق ده كده، اعرف لك هنا ايه array من بايتس عباره عن مجموعه من الحروف او جمله اسمها بريس اني كي تو ايه تو كونتينيو اهي خلاص. الجمله دي عشان تنطبع فتستخدم فانكشن تانية. هي بص هنا كده هتلاقي فانكشن اللي هي رقم كام؟ 9 من انتربت كام؟ 21. دي هتطلع سترينج على الشاشة، هتطلع فاريبل عبارة عن سترينج هتطبعه على الايه؟ على الشاشة. اديها بس الادرس بتاعت السترينج دي في الدي اكس. ماشي. بس هو هنا اداها بامر مختلف احنا ما خدناهوش لسه، الامر ده اللي هو اسمه ايه؟ لود افكتيف ادرس. ماشي. دي اكس وبي كي، اكس الادرس بتاع الاري او بتاع السترنج اللي انت عايز ايه تطبعها، اللي هو الاوفست ادرس طبعا. طب هي الادرس بتاعها فين؟ اسمه ايه؟ بي كي صح. طب ما انا ممكن اخد بي كي، اخد الادرس بس من خلال كلمه ايه اوفست. فممكن بدل ما استخدم لود افكتيف ادرس دي اكس وبي كي، لا ممكن اكتب موف دي اكس واوفست بيكي، هي هي خلاص. لكن هي دي الزياده عندنا اللي هو الايه اللي هو عشان هيطبع لك بس الرساله بتاعت الايه بريس اني كي ديت، لو دوست على اي كي هينهي البرنامج بتاعك. هنا هتكتب بقى الكود بتاعك الفعلي بقى كده، هو ريحك خالص بقى خلاص كده. انت هتكتب الكود بتاعك فين؟ في الجزء ده، بدايه من الجزء ده. عايز تعرف متغيرات حطها فين؟ فوق هنا في الداتا. الاستاك ما بتجيش ناحيته انت، ده هو البروسيسور هو اللي ايه اللي هيستخدم. ماشي. يعني احنا هنا لو حبينا نكتب الاكواد بتاعتنا يبقى هكتبها منين؟ من اول هنا. ماشي. اللي هو كان بس طبعا لازم نعرف متغير فوق بقى. ماشي. لو هكتب الكود مثلا موف اي اكس وبي مثلا او لو ايه صح،
وبعد كده موف او اد على طول، صح؟ اد اي اكس وبي، بعد كده كانت موف ريزلت وايه واكس اي سي، ماشي. خلاص، بس طبعا لازم فوق اعرف الايه المتغيرات ديت بقى اللي هي الاي والبي. يبقى هاجي هنا في الايه في الداتا سيجمنت، المفروض ان الاي هتبقى ديفاين وورد مثلا، البي ديفاين وورد قيمتها ب 20، الريزلت ديفاين وورد دي مش لازم لها انيشال فاليو، فهنحطها ايه علامه استفهام. خلاص، طبعا انت ممكن تعمل ران للبرنامج هنا يا اما مره واحده يا اما ايه ستيب باي ستيب، ماشي، من خلال الايه في هنا ايميوليت اللي هو ده كده، عمل كومبايل الكود عندك اهوت، ماشي، هو واقف هنا على امر ايه موف اي اكس وداتا. بص كده الداتا سيجمنت الادرس بتاعها كام، اهو موف اي اكس اتحولت لكام 710، تمام. لو انا عملت ستيب هنا سنجل ستيب يبقى كده الدي اس هيتغير قيمته. بص كده دي ريجسترز بتاعتك اهي على الشمال، هنا الدي اس فيه كام دلوقتي، اهو دي اس فيه كام، مش متشافه، هي 700، المفروض تتغير لكام، ل 710. لو انا عملت سنجل ستيب اهي هتتغير قيمتها المفروض ل 710، بس بعد طبعا ما اعمل سنجل ستيب الثانيه اللي هي الموف للاي اكس اتغيرت. واي حاجه بتتغير بيغير لك اللون بتاعها، اللون الايه الازرق، ماشي. وهيحط برضو الاي اس بنفس الحكايه. بص كده موف كانت ايه اتحطت ايه الادرس بتاع الايه، الاوفست ادرس بتاع الايه اللي هو الزيرو، تمام كده، ماشي. طيب هي المفروض كنا حطينا فيها كام 10، يبقى المفروض الاي اكس هنا يتغير قيمته لكام، ل 10. الاي اكس فيه كام 7 او 0710، صح كده. بعد دي المفروض يتغير قيمته لكام، اتغيرت فوق اهي بكام على الشمال، ده هتلاقيها 0 ايه 0 ايه اللي هي ال 10. خلاص هنجمع على الاي اكس البي اللي هي البي اللي هي عند لوكيشن، بص البي خدت لوكيشن كام 2، لان الاي خد 0 و1 لانها 2 بايتس، فيبقى البي هتبقى عند 2 فيها ال 20. لو انا عملت هنا سنجل ستيب كده هتجمع على الاي 10 زائد 20 هتبقى كام 30، الريزلت 1 اي. 1 اي دي لو انت 1 اي ده في الاي اكس اللي هي تبقى 16 زائد 14، 16 اللي هو 1 في 16 زائد 30. بعد كده انت الكلام ده الناتج كله هتحطه فين، في ريزلت. بص ريزلت الادرس بتاعها كام 4، ما احنا قلنا الاي خد 0 و1، البي خدت 2 و3، يبقى الريزلت ياخد 4 وايه و5، ماشي. لو عملت هنا سنجل ستيب يبقى كده ايه سجل في الريزلت، بس طبعا ده كله في الميموري انا مش شايف حاجه، المفروض ان انا كنت ايه اطبعه على الايه على السكرين، بس محتاج اعرف بس ايه الفانكشن اللي موجوده عندي عشان اطبع بيها على الايه السكرين لفاريبل عندي، ماشي. لكن انت برضو هنا عندك امكانيه ان انت تبص على الايه على الميموري، بس مش هنبص عليها دلوقتي عشان الوقت. المهم انا هكمل بس ايه ران تو اند اهو، ران بقى على طول. خلاص هو خلص هنا، بعدين هيطلع لك رساله بريس اني ايه اني كي، لو دوست على اي كي هينهي الايه الرساله. وهو كتب لك هنا الايه البروجرام هاز ريتيرن اوبريتنج سيستم، وكده رجع للاوبريتنج ايه سيستم. واضح كده يا شباب؟ يبقى كده اقدر اكتب البرامج بتاعتي واقدر اعمل لها كومبايليشن هنا واشوفها يا ستيب باي ستيب، يعني اعملها ران ايه مره واحده. الاضافه اللي عندي هي استخدام الفانكشنز بتاعت الاوبريتنج سيستم عشان اطبع، عشان اقرا من الكيبورد، عشان ايه انهي البرنامج. خلاص يا شباب، واقدر كمان اجرب بعد كده زي ما هنشوف الاوامر اللي احنا هناخدها نقدر نجربها ايه على على الايميليتور. عايز لو امر مش عارف هو بيعمل ايه اقدر اجربه على الايميليتور واشوف بالظبط الريزلت بتاعته ايه، تمام. خلاص كده خلصنا، ان شاء الله هنزل لكم انا السلايدز بقى اللي هي هتبقى بارت 1 و2 و3.